السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 8 من سلسلة التمارين درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا التمرين يقول حل باستعمال طريقة التأليف الخطية لا كومبينيزون لينيير النظمات الآتية. إذا بالنسبة للتأليف الخطية فالفكرة كتكون أنني كنحاول نتخلص أو كنتخلص من أحد المجاهيل بجمع أو بطرح طرفي المعادلتين طرفا بطرف. إذا مثلا نأخذ مثلا شيء النظمة اللي تكون بسيطة y زائد x كتساوي لنا مثلا 1 و x ناقص y كتساوي لنا مثلا 3. هنا إلى جمعنا طرفي المعادلتين طرفا بطرف يعني هذا الطرف زائد هذا الطرف إذا x زائد y زائد x ناقص y تساوي إذا الطرف الأول زائد الطرف الأول تساوي الطرف الثاني ديال المعادلة الأولى زائد الطرف الثاني ديال المعادلة الثانية إذا 1 زائد 3 إذا y كتمشي بحالها لأن عندنا y ناقص y بقى لي 2 x تساوي 4 وبالتالي كنلقى العدد x اللي هو 4 على 2 اللي هو 2 ومن بعد كنلقى بسهولة العدد y. إذا هذه هي الفكرة من طريقة التأليف الخطية. ولكن هنا باش يمكن يعني باش يمكن واحد المجهول يعني نحيدو خص يكون عندنا هنا يكون المعامل ديال المجهول يعني متقابلان الا درنا الجمع ويكونوا متساوي الا درنا الفرق. دونك حنا نحاول نشوفو بالنسبه للحاله ديال متقابلان ديال الجمع يعني نجمع طرفي المعادلتين. اذا باش يمكن لي يعني نلغي واحد المجهول يعني يبقى عندي غير مجهول مثلا اذا بغينا نلغيو اكس اذا خصو يكون هاد المعامل مقابل هاد المعامل يعني عددان متقابلان 5 ناقص 5 10 ناقص 10 يعني لهما اشارتان مختلفتان. العددان المتقابلان هو مثلا ا مقابل ديالو هو ناقص ا 5 ناقص 5 ناقص 10 مثلا هي 10 يعني ملي غنجمعهم خصو يعطيني 0. اذا نبداو بهاد الحاله هادي. اذا عندنا هنا كيبان لي ناقص 5 اكس وزائد 5 اكس اذا هنا غادي نتخلصوا من اكس اذا نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف نحصل على ماذا؟ اذا الطرف الاول يعني ناقص 5 اكس زائد ناقص 7 واي زائد الطرف الثاني ديال المعادله الثانيه 5 اكس زائد 3 واي يساوي ناقص 4 زائد 10. اذا درنا الطرف الاول للمعادله زائد الطرف الاول للمعادله الثانيه يساوي الطرف الاول للمعادله الاولى زائد الطرف الثاني للمعادله الثانيه. دابا نحطو بسطو هاد الكتاب. اذا عندنا ناقص 5 اكس زائد 5 اكس تساوي 0 ناقص 7 واي زائد 3 واي تساوي ماذا؟ تساوي ناقص 4 واي تساوي ناقص 4 زائد 10 هي تساوي 6 اي اذا y تساوي 6 على ناقص 4. اذا كنختزلو بالعدد 2 اي y تساوي ناقص ماذا؟ ناقص 3 على 2. اذا لقينا y. اذا ملي كنلقى واحد المجهول القيمه ديالو كيمكن لي نلقى المجهول الاخر بكل سهوله. اذا كيمكن لي نعوض y في المعادله الاولى او الثانيه بحال وبالتالي اذا ناخذ المعادله الاولى ونعوض y بالقيمه ديالها او ناخذ الثانيه اللي كتكون سهله احسن لان ما فيهاش الاشاره الناقص وبالتالي اذا عندنا 5 اكس زائد 3 y اذا 3 فاش في ناقص 3 على 2 عوضنا y بالقيمه ديالها تساوي 10. اذا دابا عندنا مجهول واحد اذا اي 5 اكس إذا 3 في ناقص 3 هي ناقص 9
على جوج تساوي 10. إذا 5x ناقص 9 على جوج نديها للطرف الثاني ترجع 9 على جوج زائد 10. إذا خصني نوحد المقامات، المقام واحد هو جوج، بالتالي 10 هي 20 على جوج. إذا أي 5x تساوي ماذا؟ إذا تساوي 29 على جوج. إذا إكس تساوي، إذا كنقسم على 5 أو كنضرب في 1 على 5 تساوي 29 على جوج في 1 على 5، بالتالي فإكس تساوي 29 على 10. إذا الزوج ماذا؟ إذا إكس إيكغيك، إذا 29 على 10 ناقص 3 على جوج هو حل هذه النظمة. الآن النظمة الثانية بنفس الطريقة. إذا دائما كنشوف شنو هو العدد اللي يمكن لي نتخلص منه، أو المجهول اللي يمكن لي نتخلص منه، إما إكس أو إيكغيك بحال. إذا هنا كيبان لي في النظمة الأولى أو في المعادلة الأولى عندنا ناقص جوج إيكغيك وهنا جوج إيكغيك، إذا إلا جمعنا طرفي المعادلتين غادي تمشي إيكغيك. إذا نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف نحصل على ماذا؟ إذا 3x ناقص جوج إيكغيك زائد إكس زائد جوج إيكغيك يساوي 4 زائد 0 أي 4. إذا هنا 3x زائد إكس هي 4x ناقص جوج إيكغيك زائد جوج إيكغيك تساوي 0، إذا 4x يساوي 4. إذا هنا نقسمو، يمكن لي نقسم طرفي المعادلة على 4، كيبقى لنا إكس يساوي العدد 1. دابا يمكن لي نعوض إيكغيك بكل سهولة بالقيمة ديالها باش نلقى، أو نعوض إكس بالقيمة ديالها باش يمكن لي نلقى إيكغيك. إذا ممكن ناخذ المعادلة أو نعوض في المعادلة الثانية. إذا لدينا 1 زائد 2 إيكغيك، إذا عوضنا إكس بالعدد 1 تساوي 0 أي 2 إيكغيك تساوي، إذا 1 نديوها للطرف الثاني ترجع ناقص 1 أي إيكغيك تساوي ناقص 1 على 2. إذا لقينا إيكغيك ولقينا إكس، إذا الزوج 1 ناقص 1 على 2 هو حل هذه النظمة. بطبيعة الحال كاين حالات أخرى اللي كيكون فيها نوع من الصعوبة، غادي نشوفوها في التمرين الموالي.